بشتغل في مصنع. بتشتغل ايه؟ بشتغل خراط. وعايز تلعب ملاكمة؟ بريت يا فندم. لعبت قبل كده؟ انا كنت بلعب في نادي الشبان المسلمين في مصر. طب اول حاجة يا محمد لازم تنسى كل اللي تعرفه وكل اللي اتعلمته عن الملاكمة. حاضر يا فندم. على ممتاز يعني. اسم حضرتك ايه؟ كوستا. كوستا تبقى يوناني؟ يوناني مصري. يوناني مصري. ولسه حضرتك بتلعب ملاكمة؟ انا ملاكم قديم وبدرب ملاكمه دلوقتي وطلع من تحت ايدي ملاكمين عالميين دلوقتي اهو بالي شنيلر دي شنيلر وايه اللي جاب حضرتك المانيا؟ ايه ده حكايه طويله هحكيها لك بعدين شبيلن هانس ست مصر من زمان يا خواجه الله وحشتني قوي كلمه خواجه انا عشت حياتي كلها في اسكندريه لغايه ما قامت الحرب سنه 56 اجمل حياتي قضيتها في مصر انا بدات الملاكمه جنب محل بقالة كنت فاتحه في اللازارينا. طب وايه اللي خلاك سبتها؟ ايوه ما قلت لك بعدين ايوه فكرتنا في اسكندريه يا خواجه امال سبتها ليه يا خواجه؟ ما قلت لك بعدين يا محمد هتعرف كل حاجه المهم دلوقتي تنزل وتروح تشتري لك لبس علشان تحضر الامتحان بتاع اللجنه بكره لجنه؟
ما انا وريت حضرتك الجرنين الملاكمه. مش قلنا بقى هننسى ان كنا بنلعب ملاكمه؟ انت مش عايزنا ندربك على طريقتي ولا ايه؟ لا طبعا، ده انا يبقى لي الشرف. خلاص هتحضر امتحان اللجنه بكره. طب اصل انا بقى لي زمان ما اتمرنتش يعني. طيب انا هدي لك لبس من عندي وتبتدي تتمرن، وانا هاجل لك الامتحان جمعه كمان. انت وزنك كام يا محمد؟ وزن 72. لا انا عايزك تنزل 71 عشان تلعب خفيف متوسط. الوزن ده ناقصني قوي. حاضر. تلعب بقى حبل وتجري كتير. نزل الشخص كده. مش هيعطلنا صور طول ما الدنيا حتدور. انا من الدنيا حتعلم طول ما الدنيا حتدور. انا من الدنيا حتعلم اتقدم حتعلم اتقدم 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 واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم. الشمس النور مش هيعطلنا صور طول ما الدنيا حتدور. انا من الدنيا حتعلم طول ما الدنيا حتدور. انا من الدنيا حتعلم اتقدم حتعلم اتقدم 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 واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم. هي دي اللي انا عايزها يا محمد، الخطه فيها اليمين تاني. يا بنت انا كان سن اخد بطوله الجمهوريه. انت شاطر في كل حاجه. قولي بقى هغلب ولا مش هغلب؟ ان شاء الله. مالك ولا كتاب؟ كام؟ افتكرت سماره هي. برافو محمد برافو. هي يعني انا ايه كب؟ كب يعني ايه؟ كب يعني راسي. راسي طيب. مش هتيجي بقى بكره معايا في ماتش ملاكمه؟ ضروري محمد، ما انا لازم اقف جنبك. طب في حاجه تانية كنت عايز اقول لك عليها. كنت عايز اروح مدرسه او معهد بتاع تعليم هندسي يعني. انا بعرف فلسفه بس يعني برضو العلم على اصوله بيبقى كويس يعني. اوكي محمد، انا هشوف الحكايه دي واقول لك. دلوقتي كمل الدرس. هتسالي لي يعني؟ حاضر حاضر خلاص. قول ايه؟ اوكي.